اختار مؤتمر الشباب بعد أن انطلق من شرم الشيخ ثم ذهب إلى محطات أسوان والإسماعيلية، استقر به الحال هنا في مكتبة الإسكندرية، هنا في منارة الثقافة في مصر والعالم، وبحضور أكثر من 1300 شاب مصري وعدد كبير من المثقفين والسياسيين والمسؤولين التنفيذيين، انطلق المؤتمر الوطني في نسخته الرابعة بشعار ابدع انطلق. مشاهدينا لازلنا مكملين معاكم من خلال المؤتمر الوطني للشباب، ومعانا معالي الوزير دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وعايز اسال حضرتك عن رؤيه مصر 2030 ويعني وعلاقتها بالتعليم. اكيد التعليم ليه دور. طبعا يعني لا مش دي دور، هو 2030 في تركيز كبير جدا من الدوله في المرحله القادمه على التعليم بصفه عامه، اذا كان تعليم ما قبل الجامعي اللي هو خاص بيه بوزاره التربيه والتعليم والدكتور طارق شاوي اللي احنا بننسق مع بعض، او التعليم العالي والبحث العلمي. اذا نموذج التعليم نفسه واخد تركيز كبير جدا من خطه التنميه في المرحله القادمه. احنا لازم نعرف ان احنا متوقع ان يكون هناك زياده في عدد الطلاب في العشر سنوات القادمه لحد 2030، نصل ل 4 مليون طالب. احنا عندنا النهارده 2.7 مليون طالب، يبقى اذا اللي جايين دول عندنا اللي متوقع في اللي جاي ده لابد ان يكون ليه اتاحه تعليميه، مش بس اتاحه لان ممكن لما يكون اتاحه وما بديلوش جوده التعليم، يبقى انا عندي اعتماد على الجوده. عندنا مجهود كبير قوي اتعمل من هيئه الاعتماد والجوده في اعتماد يمكن 30% من الكليات حاليا، احنا متوقع مستهدف ان يبقى عندنا 80% من الجامعات والكليات تكون حاصله على الجوده في 2030، وده هيتطلب جهد كبير جدا، لان مش الجوده الورقيه اللي انا اقصده، انا اقصد اعتماد البرامج واعتماد الكليات حتى تكون هناك اعتماد عالمي، يعني اللي بيتخرج من هنا يستطيع ان هو يشتغل في اي حته في العالم، وده بنشتغل عليه في مجالات الطب والهندسه وما شابه ذلك. هل الدوله بتستثمر في انشاء جامعات جديده ما كانتش موجوده؟ هل في افكار جديده باكاديميات ودراسه عليا لبعض التخصصات على نطاق الدراسات العالميه او بالاتفاق مع جامعات عالميه؟ كل ده بيتماشى مع خطه التنميه المستدامه 2030. حضرتك جدا يا دكتور. مشاهدينا لازلنا مكملين معاكم من خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب من مكتبة اسكندرية، خليكم معانا. على يعني طاولة المناقشات في مؤتمر الشباب، حضرتك يعني لو تدينا فكرة ايه اهم الحاجات اللي هتبقى؟ بصي، هو الاستثمارات والاستثمار عموما، داخل الاستثمار هو يعني عنصر رئيسي في لما بنتكلم على النمو الاقتصادي. النمو الاقتصادي هيتم من خلال طبعا الاستثمارات والمشاريع القوميه، ولكن احنا محتاجين مشاركه اكبر للقطاع الخاص. فبالفعل الحمد لله قانون الاستثمار اللي سياده الرئيس صدق عليه يعني عمل دعم كبير للمحافظات اللي هي محتاجه استثمارات اكبر في الفتره الجايه، والاهم عمل دعم للشباب لان هو ادى حوافز للمشاريع الصغيره المتوسطه اللي بينفذها الشباب. واحنا الحمد لله في الوزاره تحركنا سريعا، وعايزه اقول ان احنا استفدنا من المؤتمرات السابقه سواء اللي كانت في الاسماعيليه او كانت في شرم الشيخ او اللي كانت في اسوان، بان الشباب قالوا احنا مش عارفين نروح لمين، احنا مش عايزين ناخد قروض، احنا عايزين يبقى في مشاركه لان احنا مش عايزين عندنا رهبه من ان احنا نتعثر. تالت حاجه قال احنا محتاجين دعم فني، احنا عندنا افكار بس عايزين حد يساعدنا ازاي نحول الافكار لمشروع على ارض الواقع. فبالفعل اسسنا الشركه لرياده الاعمال، الشركه المصريه لرياده الاعمال، اللي هي بتركز على التمكين الاقتصادي للشباب، وفيها التلات اذرع دول، فيها تمويل بالشراكه وليس من خلال القروض، وتاني حاجة بتجي دعم فني ومساندة وتدريب ازاي يعمل دراسة جدوى، ازاي يدير مشروعه، وتالت حاجة ازاي نحن من خلال التعاون نربطه بالدول المختلفة سواء ياخد خبرة او يسوق السلعة بتاعته. بيكون في يا دكتور سحر يعني داخل المؤتمر نماذج لمحاكاة الدولة المصرية، حضرتك بتكوني حاضرة ومشاركة فيها برضو، لو نعرف انطباعك على الجلسات. بصي انا بالنسبة لي يعني اهم عندي جلستين اللي بيهموني جدا، اول جلسة المحاكاة لان ببقى حريصة جدا اسمع الشاب لو مكاني هيعمل ايه،
وايه اولوياته وايه الحاجات اللي كان يحب يبتدي بيها في مشواره في هذه الوزاره. تاني حاجه ان احنا برضو جلسه اللي هو الحوار مع سياده الرئيس ازاي برضو ان الشباب ايه امالهم ايه احلامهم. دي من احلى الجلسات واللي احنا بنستفيد منها، لان بستفيد منها ان انا احطها في خطه العمل بتاعتي واتحرك، لان عمر ما البرنامج بينجح من غير مشاركه فعاله للشباب. هم بيمثلوا 50% من المجتمع المصري وهم المستقبل. مشاهدينا لازلنا معكم ومتابعة لفعاليات اليوم الوطني الأول لمؤتمر الشباب، ومعانا على الهواء أستاذة فريدة الشباشي ودكتور مدحت العدل. هنبدأ بأستاذة فريدة، يعني لو حضرتك تقول لنا شايفة المؤتمر إزاي، ما وصل إليه هو في المحطة الرابعة النهاردة؟ إحنا النهاردة يعني لازم نعرف إن إحنا في عصر جديد قائم على المعلومات والتكنولوجيا والابتكارات الذهنية والعقلية كل حاجة، يعني جنب الجهد اليدوي. فالتكافل بتاع ده والاجتماع المجهود والتفتق الذهن المصري عن عبقرياته وسواعد أبنائه، احنا ممكن نرجع نخلي مصر تحلق في أعلى سماوات. هل حضرتك شايفة أنه مؤتمر بالشكل ده بالكيفية دي كافي لإجراء حوار فعال مع شباب مصر اللي هم تقريبا نص البلد؟ هو على الأقل خطوة محدش اتخذها قبل كده، يعني احنا النهاردة نقول كويس طريق الألف ميل يبدأ بخطوة واحدة، وإن شاء الله الخطوة دي هتستمر وهتوصلنا للطريق الصح. شكرا أستاذة فريدة، شكرا. يعني دكتور مدحت، لو حضرتك تكلمنا على دلالة اختيار مكتبة اسكندرية لإجراء المؤتمر. لا طبعا، مكتبة اسكندرية يعني الثقافة، يعني التاريخ، يعني العلم. للي ما زارش مكتبة اسكندرية من اللي بتفرجوا عليا، خشوا شوفوا مكتبة اسكندرية واتفرجوا على التاريخ مصر الثقافي المتعدد الأنواع، الروماني واليوناني والإسلامي والقبطي، عشان تعرفوا أن مصر ما يقدرش حكومة فصيل واحد، مصر دولة كوزموبوليتانية. ودلالة مكتبة الإسكندرية هو هذا التنوع والثراء التاريخي لمصر اللي بيخرج كله شبه مصر في الآخر. دي دلالة مكتبة الإسكندرية أولا. نيجي بقى للمؤتمر اللي أنا حضرت بداية اختيار الرئيس في الأوبرا للسنة اللي فاتت، سنة الشباب، ثم حضرت بعد كده فعاليات المؤتمر في شرم الشيخ، ولفت نظري وجود أطياف من المعارضة الوطنية من الشباب ومن الكبار جوه المؤتمر، وده كان شيء صحي جدا جدا. إن البلد ما تقدرش تقوم بلون واحد، تتقدم بألوان كثيرة ومتعددة، المهم أن تكون وطنيا بلا أجندة ومعارضا بلا أجندة. هو ده المطلوب، وده هو ده اللي احنا كلنا عايزينه واللي الرئيس عايزه. انا شايف ان المؤتمرات دي بتقول ان مصر طالعه لقدام، وان الحاجه الوحيده اللي بتقدر لاي وطن لقدام ان تضيق الفجوه بين الاجيال التي تحكم، اللي هي زي جيلي كده، والاجيال الشابه اللي هي 60% من مصر. ده اللي بيحصل من خلال مؤتمرات الشباب. انا بفيد الشباب بخبرتي وبتاريخي وبحكمتي، وانا بستفيد من الشباب جرأته وتمرده وتفكيره بره الصندوق. كل الحاجات دي ما بتحصلش غير بهذا التفاعل والتلقي اللي انا بشوفه في مؤتمرات الشباب. شكرا جدا ليك دكتور مدحت، شكرا لحضرتك. مشاهدينا لازلنا معكم ومتابعين مع بعض فعاليات اليوم الاول للمؤتمر الوطني للشباب من اسكندريه، خليكم معنا. مشاهدينا لسه معاكم ومعانا النائب محمود بدر عضو مجلس النواب المصري. انت طبعا حريص على ان انت تكون موجود في المؤتمر، عايز اعرف منك وصل لحد فين من خلال وجهة نظرك مؤتمر الشباب واحنا في محطته الرابعة النهاردة؟ خليني بس اقولك ان محمود بدر على المستوى الشخصي سعيد جدا بالمؤتمر الشباب ده تحديدا. احنا بنحضر النهاردة شباب مصر، وانا واحد من اللي شاركوا في ثورة 30 يونيو، وشايف انه مصر الدولة اللي من بعد 30 يونيو العالم كله كان بيحاول يحاصرها، النهاردة رئيسها قاعد في وسط شباب مصر هيتكلم معهم وهيسمعهم في الوقت اللي كل اللي كانوا بيحاولوا يحاصرونا متحاصرين دلوقتي. شوف
الفرق ما بين رئيس يحتمي بشعبه وبيشكر شعبه دائما وبيثني على شعبه وعلى شباب شعبه، عشان كده وصلنا للنهايه اللي حضرتك شايفاها دي الحمد لله. طيب محمود برضو خليني انقل لك وجهه النظر اللي بتقول انه حل مشكلات الشباب في مصر، وهم طبعا نص عدد السكان تقريبا، مش لا يكفي مجرد مؤتمر بيحضروا، يعني عدد يعني تقريبا 1300 شاب، فبرضو عايز اعرف ردك على الجزئيه. لا شوفي، هو المؤتمر ده علامة مهمة جدا للحوار ما بين الدولة وما بين مواطنيها وما بين شبابها، يشوفوا شبابها ده عايزين ايه، بيحلوا مشاكلهم ازاي. خدي بالك ان قطاع كبير جدا من اللي بيحضروا المؤتمر اللي هم المتفوقين في كتير من المجالات، اللي هم عندهم افكار، اللي هم اختاروهم عن طريق الافكار البناء اللي بتبني الاوطان. ده مش معناه ان المؤتمرات بس هي اللي بتتعمل للشباب. انا زي ما بقول، زي ما انت شايفه دلوقتي احنا بنقول انه قريبا جدا في انتخابات للمجالس المحلية هتبقى موجودة قريب، هيبقى في اكتر من 12,500 شاب تبقى الدستور هيبقوا موجود في هذه الانتخابات او اعضاء في المجالس المحليه. زي ما بنقول حتى الدوله امبارح كانوا في مجالس المدن، او قال امبارح بيعلنوا عن القروض الميسره الموجوده للشباب عشان المشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر اللي هي هتساهم في الانتاج. لا، هو عناصر كتير جدا وعناصر بتكمل بعضها، لكن المؤتمر احد اهم هذه العناصر. وانا نفتكر كمان لسه بذكر يعني نفتكر في الوضع ده منظمه الشباب اللي كنا بنقرا عنها، الحوار الدائم ما بين القياده السياسيه وما بين الشباب انا شايفه حاجه مهمه جدا، حتى لا يخرج الشباب عن السيطره، يبقى الناس عارفه هو عايز ايه، يبقى الناس بتسمعه باستمرار، ما بالك بقى ان رئيس الجمهوريه بيسمعه كل شهر تقريبا يعني. فبالتالي لا، ده شيء مهم جدا، وزي ما بقول لحضرتك الدوله التي تنجح هي التي تتواصل باستمرار مع شبابها. شكرا جدا يا محمود، شكرا ليك. لازلنا معاكم ومكملين في اليوم الاول لفعاليات المؤتمر الوطني للشباب من اسكندريه، خليكم معانا. مشاهدينا معانا دلوقتي حالة ونموذج مختلف، مهندس مصري 29 سنة من زاوية تحدي الإعاقة، هنعرف منه إيه حكايته وليه كان حريص إنه يكون موجود في المؤتمر. يعني لو حضرتك عرفنا بنفسك الأول. مع حضرتكم مهندس أحمد جابر قمح من وادي النطرون، قرية صدي يوسف، محافظة البحيرة. أنت قلت لي 29 سنة مهندس شغال في أعمالك الخاصة، ليه كنت حريص على إنك تيجي مؤتمر وإزاي تواصلت معاه؟ طبعا احنا تواصلنا عن طريق مؤسسة الحسن للقدرون باختلاف، عن طريقها قدرنا نحضر المؤتمر، وده اول مؤتمر احضره. انا كنت حريص ان انا اجي هنا عشان خاطر اوصل رساله لكل الشباب كلها ان احنا لازم نشتغل ولازم نبني بلدنا بايدينا، مش لازم نستنى حد ان يبنيها، لا لازم احنا نحط ايدينا في كل حاجه عشان نبنيها، سواء قرى او نجوع او مراكز او مدن او محافظات، لازم نبادر احنا الاول وبعدين كده نحاسب المسؤولين بقى على ان هم مقصرين. لا، نبدا احنا الاول نساعد وبعد كده ربنا ييسر الامور. كونك بتستخدم كرسي ومتحدي الاعاقه ده ما كانش عائق بالنسبه لك انه يعني تبقى حريص على ان انت تيجي وتيجي فعلا؟ يعني برضو اكيد الجزئيه دي مهمه جدا وفيها رساله ايجابيه كمان للناس. اكيد طبعا الكرسي مش بيعطل حد، احنا بنعيش حياتنا وبنشتغل وبرضه لينا حياه، برضه بنتجوز وبنعيش حياتنا زي ما احنا عايزين خالص، ولينا برضه شغلنا الخاص سواء في الحكومه او القطاع الخاص نقدر نعيش بيه بدخل مناسب وكويس جدا. يمكن الناس بتبقى ماشيه على رجليها وشغاله ما عندهاش الدخل اللي عندنا، لان ربنا بيبارك لنا طبعا عشان خاطر بياخد مننا، بس بيدينا الافضل والاحسن. شكرك جدا، ويعني وجودك حقيقي فيه رساله ايجابيه للكل، لمتحدي الاعاقه وغير متحدي الاعاقه. يعني بنتمنى كمان انه تقدر توصل صوتك في المؤتمر. يعني خليكم معانا، احنا لسه مكملين مزيد من اللقاءات من مؤتمر الشباب في اسكندريه، خليكم معانا. مشاهدينا لازلنا معاكم في فعاليات اليوم الاول للمؤتمر الوطني للشباب من اسكندريه، ومعانا استاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريده الشروق. اهلا بحضرتك. يعني لو تقول لنا انطباعك عن المؤتمر بعد ما وصل للمحطه الرابعه دلوقتي. انطباع يعني تقدير جيد لحد كبير، مجرد وجود لقاءات مستمره بين الدوله وبين الشباب ده شيء كويس جدا. لما يبقى في اخطاء بيتم تداركها والنشر ليها، دور الكتاب والصحفيين ان هم يقولوا هذه الاخطاء
حتى ليس بهدف الانتقاد والهدم، لكن بفكرة البناء والتطوير. تقدير قلت كتبت كتير المرة اللي فاتت ان فكرة مبادرة تسأل الرئيس كانت جيدة جدا، لانها بتطرح اسئلة حقيقية مطروحة على لسنة الناس، والرئيس جاوب عليها بكل شفافية. لو ان هذه المؤتمرات وفرت مناخ جيد فده في حد ذاته شيء محترم جدا، ثم انه هذا المناخ الجيد يولد حلول حقيقية للمشاكل، يخلي على الاقل الشباب يتوقفوا عن السلبية ويشاركوا، والشباب حرب بدل ما انا اتهم الشباب انهم سلبيين. انا علي دور كحكومة وكمؤسسات وكإعلام وكمجتمع مدني ان انا اوفر له المناخ الآمن والصحيح ان هو يتكلم ويعبر عن نفسه. طيب ما ينفعش نبقى في مكتبة اسكندرية المنارة الثقافية المهمة جدا في مصر والعالم وما سألكش على دلالة اختيارها للمؤتمر لإقامة المؤتمر؟ طبعا دلالة لا تخطاها عين، يعني رسالة انه يعني المفروض يفترض ان تكون اشارة الى انحياز الدولة الى الثقافة والفكر والقيمة، وكمان من حسن الطالع انه هي بتيجي بعد ايام او اسابيع قليلة من تعيين الدكتور مصطفى الفي مديرا عاما، وهو رجل مفكر كبير من طراز نادر ورفيع، ونتمنى انه يتم تفعيل دور المكتبة مش بس كمكتبة، لا فكرة اشاعة الثقافة في المجتمع المصري وتنوير مصر. هي معركة، أحد تعريفات المعركة اللي موجودة في مصر وفي المنطقة، معركة وعي، معركة تنوير ضد أفكار الظلام والجهل والتخلف، ومش هنطلع من المشاكل إلا بمثل هذه الرؤى التنويرية التقدمية المنحازة لكل ما هو فن وجمال وخير وحق. شكرا لحضرتك استاذ عماد. شكرا لحضرتك. مشاهدينا لازلنا مكملين معاكم من خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الوطني للشباب من مكتبة اسكندرية، خليكم معانا. الشباب هو دعوة للحوار في المقام الأول، صحيح. أكيد هو رسالة موجهة كمان للبعض اللي بيكون رافض الفكرة أو شايف إن المؤتمر غير كافي، فتعليق حضرتك على يعني المتحفظون لديهم يعني أسبابهم، يعني بمعنى أنهم بيعتبروا إنه الانعقاد رسمي يعني أو له علاقة بفكرة الأجهزة، أو إننا بصدد شباب يمكن تسمية الشباب مبستر أو شباب معقم أو شيء من هذا القبيل. لكن الحقيقة أنا اليوم على سبيل المثال في الافتتاح أنا بعتبر أن الفقرة اللي قدمها حسين فكرة بشتاج الوجع المصري ده أنا أعتقد أنها أفضل فقرة على الإطلاق في مؤتمرات الشباب، يعني أقرب الفقرات لفكرة الطبيعية وأعدت بصورة يعني مميزة جدا، واللي أدى وش مصري جدا ومعاني جدا إضافة للحادثة اللي حصلت له إضافة لفكرة المعاندة الكفاح. فيعني بصفة عامة استمرار في مؤتمرات الشباب شيء لا بأس به، بس علينا ناخذ مغزى مؤتمر فكرة الحوار. فهنا أنا ما بتعاملش مع مؤتمر الشباب باعتباره مؤتمر لفئة سنية معينة، إنما مؤتمر للبلد، لأن هذا هو الجزء الأغلب في البلد والجزء الذي يعاني بصورة أشد أوجاع البلد. ثلاثة، إنه هو الأكثر حساسية بحكم البراءة والطموح والحلم وإلى آخره. لكن لو إحنا أخذنا مغزى المؤتمر وأشعنا فكرة الحوار في المجتمع، وهذا مجتمع يعاني من سداد شرايين حقيقي، نحن نحتاج إلى هذا الحوار في الهواء الطلق، زي ما حسين كده راح جاب الرسائل من الهواء الطلق، نحن محتاجين نخرج شوية من القاعات المكيفة. متواصلين مع حضراتكم من خلال المؤتمر الوطني للشباب في دورته الرابعة هنا في مكتبة اسكندرية، ومعانا دكتور محمد الباز زميلنا طبعا في قناة المحور مقدم برنامج 90 دقيقة. يعني دكتور محمد، انطباعاتك عن المؤتمر بعد ما وصل للمرحلة دي وكمل من أول ما بدأ من شرم الشيخ مرورا بأسوان والإسماعيلية الجلسة هنا في اسكندرية، يعني شايف إيه الأجواء؟ انطباعات؟ انت عارف انا من المؤتمر الاول في شرم الشيخ ويمكن موجود في كل المؤتمرات. النهاردة يمكن احنا قدام تجربة نضجت بالفعل، يعني تجربة باين قوي من القائمين عليها هم عايزين منها ايه.
وباين كمان الوعي. يمكن نجم المؤتمر النهارده هو الشاب الطافي المحافظات يعني، ودي رسالة مهمة جدا. هو جاي بيقول انه لا، كل الناس مش بس الشباب، لان هو لما جمع الرسائل ما جمعش بس من الشباب، جمع الرسائل من مواطنين في مختلف الاعمار، وانه المناسبة دي طول الوقت هي مناسبة لانه الرئيس يسمع الناس. وعايز اقولك انه هي تجربة نضجها لانها بلا حواجز، يعني انت رأس الدولة قاعد بيسمع الناس من غير توجيه، بيقول اللي هم عايزينه وهو بيرد بشكل واضح جدا، بشفافية واضحة جدا، ما عندوش حاجة يخبيها. ويمكن المؤتمر هو الشكل تقريبا، يعني الشكل السياسي الوحيد اللي نقدر نقول انه احنا انجزناه في خلال الثلاث سنين اللي فاتوا. يعني الحياة السياسية انت عارفة الامور مفترية يعني. طيب هل حضرتك بتشوف ان المؤتمر هو انجاز على ارض الواقع، ولا هو بس مجرد حوارات بتتم داخل قاعات مغلقة؟ يعني بتكلم عن التفعيل والاليات برضو شايفها ماشية في اي؟ والله التجربة بتقول انه لا، ان احنا مش قدام مناقشات فاضية. يعني في توصيات للمؤتمر الاول وبعضها تحقق، وكل مؤتمر بيبقى فيه توصيات احنا بنقول بعضها بيتحقق، يعني مش هنقول انه كل التوصيات مستحيل. بس بعد قبل كده كانت المسألة مجرد مكلمة، يعني الناس بتتقابل وتقعد تتكلم وتسلم على بعض وتبوس بعض وتتمنى لبعض الخير، مش حاجة بتحصل. يعني لو في كل مؤتمر فيه 7-8 توصيات اتعمل منهم 2، فاحنا قدام انجاز. لانه خلي بالك احنا طلعنا من فترة تم فيها تجريف كل حاجة، فلما بتيجي تستعيد المسألة مش مطلوب ان انا استعيد بقوة 100%، يعني مش مفروض ان انا هعمل الحكاية بكفاءة كاملة، لا، الامور ممكن يعني ماشيين خطوة بخطوة. لكن اللي حاصل يدعو الحقيقة يعني الى التفاؤل. التفاعل كمان بتاع الشباب مع الحدث مبشر. وعايز اقولك انه النجاح المؤتمر مش انه اتعمل، انه استمر. شكرا جدا دكتور. شكراً. محمد، شكرا لحضرتك. مشاهدينا لازلنا متواصلين معاكم ومزيد من اللقاءات من خلال اليوم الاول للمؤتمر الوطني للشباب من مكتبة اسكندرية، خليكم معانا. مشاهدينا لازلنا مستمرين معاكم من خلال المؤتمر الوطني للشباب من مكتبة اسكندرية، ومعانا مجموعة من الشباب من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة. هنتعرف عليهم، نعرف بيعملوا ايه بالظبط، ايه اللي هيحصل النهاردة كمان في المؤتمر خاص بيهم، ايه مشاركتهم. وهنبدأ بيك، احمد رحيمة، القائم باعمال وزير الاثار في مجموعة الحكومة الرابعة بنموذج محاكاة الدولة المصرية. وزير الاثار، تمام. الدكتور احمد حمدي، قائم بعمل وزير السياحه في الحكومه الرابعه. ان شاء الله ملف مهم جدا. المهندس احمد سمير، قائم بعمل وزير النقل. تمام، نبدا بوزير الاثار. تعمل ايه لو انت وزير الاثار؟ والله هي دي الفكره من نموذج محاكاه الدوله المصريه، اللي هو بيحاول قدر الامكان ان يحط الشباب مكان القيادات الحقيقيه في الدوله ومكان الوزراء الفعليين في الدوله، وبيسهل كل الطرق عشان يوفر جو مماثل للوزير بيقابله في الحياه العمليه بتاعته وفي مكتبه يوميا. فمن شان الموضوع ده ان هو يخلي ايادي الشباب بالكامل في مفاصل الدوله، ولما نعرف القرار الوزاري او القرار الحكومي بيصدر ازاي والعقبات والمشاكل اللي بتقابل الوزير، نقدر بعد كده يبقى عندنا وعي وننقله لدايره المحيطين بيه ده والناس اللي حوالينا قدر الامكان. عشان القرارات السياسيه ما بتجيش بين يوم وليله، بيبقى في دراسه ومراجعه ودراسه ومراجعه مرات ومرات لحد ما بيتبلور شكل القرار للشكل اللي بيصدر بيه للناس. ايه اللي بينقص يعني ملف الاثار في مصر انه الملف يدار بشكل ناجح ومؤثر؟ النقطه اللي احنا اتكلمنا فيها في اول يوم لينا في تولي الحقيبه بتاعت وزاره الاثار، ان عشان نبدا نرتب الموضوع صح لازم نمسك السلبيه الاولى اللي قابلتنا، ان ما عندناش هيكله. وبعد ما نعمل الهيكله السليمه للوزاره نبدا نشتغل على اساس سليم. دي كانت. طيب سياده وزير السياحه، يعني السياحة في مصر فيها مشكلة طبعا، بعيدا عن مشكلة الأمن وبتعجوا مصر من إرهاب، لكن بالتأكيد أعتقد أنه في بعض الأشياء بتنقصنا من وجهة نظرك.
احنا عندنا في مجموعتين من السياحه او في نوعين في مصر متفوقه فعلا فيهم. الاولانيه هي السياحه العلاجيه، ولا سيما مصر مركزها اتحسن جدا فيها بعد حق انتفاعها بعلاج فيروس سي. والمرتبة الثانية هي أو النوع الثاني من السياحة هي سياحة المؤتمرات. من هنا كانت البداية أن احنا نهتم بالنوعين دول من السياحة في مصر. فإحنا محاولة أن احنا جذب الاستثمار الأجنبي وجذب الأجانب أن هو يقطوا مصر، بدأنا أن احنا نهتم فعلا بالسياحة العلاجية في المرتبة الأولى، لأن فيروس سي مرض منتشر على مستوى العالم كله، وكون مصر بتاخد حق علاج هذا المرض بأسعار بسيطة، فده بيجعل ليها ميزة إنجاز على الأرض مش موجودة. بالإضافة إن مصر فيها أماكن كتير زي شرم الشيخ، زي اسكندرية، زي الأقصر وأسوان، وبالتالي ممكن تصاريف مؤتمرات، المؤتمرات دي هتقدر إنها تشجع السياح إن هم ييجوا مصر في البداية كدارسين أو كباحثين عن طريق المؤتمرات، ثم يأتي بعد ذلك عن طريق الترفيه بعد كده. توضيحا للسادة المشاهدين، نموذج محاكاة الدولة المصرية، مجموعة من الشباب يعني بيتقمصوا أو بيعيشوا أو بياخدوا أدوار الوزراء الموجودين في الحكومة الحالية، وبيتخيلوا لو هم مكانهم هيعملوا إيه في كل ملف، ونشوف وزير النقل هيعمل إيه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لملف وزارة النقل، نقدر نقول كده بمنتهى البساطة، لو احنا النهارده كدوله بنحاول ان احنا نجذب استثمارات، بنحاول ان احنا ندعم التنميه الاقتصاديه، بنحاول ان احنا نزق عجله الاقتصاد، يبقى انا بتارجت ان يكون في استثمارات عندي على ارض الدوله. الاستثمارات دي بتستدعي جزء من المتطلبات، اهمها البنيه التحتيه اللي تكون قويه، بحيث ان هي تكون بلاتفورم قويه جدا لاستيعاب الاستثمارات، وتبقى شرايين تسمح بدخول دماء جديدة تتدفق داخل جسم الاقتصاد المصري. بالنسبة لي قطاع المترو الأنفاق هو قطاع مرفق حيوي أمن قومي بالنسبة للقاهرة، بالنسبة لمصر بنسعى دايما لتطوير المنظومة بشكل يتناسب مع الزيادة المستمرة في عدد الركاب، من خلال إنشاء الخطوط الجديدة أو تطوير الخطوط الشغالة فعليا. طبعا بنتمنى انه افكاركم ورؤاكم يتم تحقيقها على ارض الواقع، بنتمنى لكم التوفيق بالتأكيد. مشاهدينا لازلنا معاكم مستمرين من خلال المؤتمر الوطني للشباب من مكتبة اسكندرية، خليكم معانا. لو مؤتمر الشباب التعليم احد اهم محاوره، احد اهم المحاور عموما لمصر كلها مش المؤتمر بس، حضرتك شايف لو بنتكلم في رؤيه 2030 شايفها ازاي؟ ايه اللي المفروض يكون فيها ويكون مؤثر فعليا على وضع التعليم في مصر؟ رؤيه 2030 بس عشان الناس تعرف، هي رؤيه وضعت من خلال سنه ونص من العمل مع 70 خبير، وعرضت على الراي العام في السوشيال ميديا، شارك حوالي 500 ألف واحد في فيها. والجميل ان انا شايف الدكتور طارق شوقي كوزير تعليم مقتنع وطرف وبيتكلم نفس اللغة، وعندي امل كبير جدا، وعندي تفاؤل من ان هو بيتكلم نفس اللغة. نمرة اتنين، اي حاجة في الدنيا من غير رؤية تمشي متخبطة، فرؤية التعليم بالجودة العالية بالإتاحة بدون تمييز في إطار نظام مؤسسي كفء مرن، يعني معتمد على المتعلم الممكن تكنولوجيا. كلمة الممكن تكنولوجيا دي كلمة لها شغل كتير جدا. علشان ايه؟ عشان يبقى الشاب والشابة عندهم معتزين بذاتهم، قابلين للتعددية، متسامحين، يحترمون الاختلاف، قادرين على المنافسة العالمية والإقليمية. الكلام ده برضو مش كلام في الهوى، ده كلام مفروض ينعكس على ان دور المدرسة والجامعة اتغير. دور المدرسة والجامعة اصبح مش بس تقديم المعرفة، لا، ده اصبح خلق الوجدان. فالرؤية مهم المجتمع يعرفها، مهم المدارس تعرفها، مهم الإعلام يتكلم عنها بالتفصيل اللي أنا بقوله ده، علشان يبقى كلنا عين بتحاسب الحكومة خادمة الشعب في تنفيذ ما اتفقنا عليه.
مصر 2030، ملف الطاقة وقانون الرياضة الجديد، إضافة لإمكانية أن تسأل الرئيس. كانت هذه هي حصيلة أول أيام المؤتمر الوطني للشباب تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية في نسخته الرابعة. من مكتبة الإسكندرية كنت معكم داليا أبو عميرة.